تغيب الكهرباء الوطنية عن أغلب مناطق بغداد في ظل درجات حرارة مرتفعة. ملايين الدولارات صرفت منذ 2003، وبعد مرور 20 عام المشكلة باقية. في منطقة الحرية تغيب الكهرباء وكأنها ضيف غير مرغوب فيه، تاركة الأهالي في ظلام دامس منذ شهر كامل. يعيش السكان في حالة من الضياع والتساؤل، يبحثون عن حلول في ظل غياب الدوائر الرسمية عن تقديم أي مبادرات ملموسة. ما زاد الطين بلة إن هذه الأزمة لا تقتصر على منطقة الحرية فقط، بل تمتد كظل طويل يغطي معظم المناطق الأخرى. هاي صار لها بحدود الشهر، يعني تجي يمكن ما تجي خمس دقائق يعني الكهرباء الوطنية خمس دقائق هواي عليها وتطفي، وقطوعات، ويعني وضعيتنا كلش تعبانة، قاعد نعاني معاناة كلش صعبة. يعني درجة الحرارة هسه جاوزت 50 درجة، يعني ما نعرف يعني لمن نشتكي لمن نروح. طفاء مستمر وخاصة بالليل، ودرجات الحرارة كلش عالية، المولدات ما قاعدة تكفي وما قاعدة تجهز، الأمبير سعره كلش غالي. من جانبها تلقي وزارة الكهرباء اللوم على زيادة الطلب على الكهرباء وشبكات التوزيع المتهالكة التي تجاوزت عمرها الافتراضي، كأنما تعترف بعجزها عن تلبية احتياجات الناس، وتعد الوزارة بحل المشكلة في أقرب وقت. لكن الأهالي يسمعون هذه الوعود كأنها أغاني قديمة تتكرر بلا طائل. بصراحة هو مع ارتفاع درجات الحرارة وزيادة الطلب تبين المشاكل بشكل واضح وبشكل أسرع. نعم، هنالك جزئية إخفاق أقولها بقطاع التوزيع. كان من المفترض أن ملاكات وشركات التوزيع تجري هذه الصيانات والمعالجات منذ وقت مبكر، لكن اليوم شخصنا الخلل، مشاريعنا عاجلة لتعالج هذه الظاهرة والاختناقات. إن شاء الله بقادم الأيام سيبين بشكل واضح هذا انعكاس إيجابي على ساعات التجهيز. في هذه الأثناء ارتفعت أسعار المولدات الأهلية بشكل جنوني، فأصبحت مصدرا آخر للمعاناة اليومية، حيث يشعر المواطنون بأنهم عالقون في دوامة لا مخرج منها، تتفاقم مشكلاتهم يوما بعد يوم في ظل غياب حلول جذرية تلوح في الأفق. من بغداد، علي عبد الكريم، قناة الفلوجة.